السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلابي الأعزاء، طلاب الصف السادس. معكم معلمتكم إسلام شحادة من أكاديمية مدارس رؤى الفاروق. بدنا نبلش بالفصل الثاني من وحدتنا بعنوان العدسات. رح نتعرف على العدسات، مفهومها وأنواعها وخصائص كل منها. في البداية خلينا نتذكر شو اسم العالم يلي درس الضوء وخصائص الضوء وانعكاسه. أكيد كنا متذكرينه، هو العالم الحسن ابن الهيثم. فصار يحكي الحسن ابن الهيثم إحنا ما لازم نتوقف عند دراسة الضوء وانكسار الضوء، لا إحنا لازم نطور معرفتنا دائما وباستمرار. فلهيك استخدم العدسات في تصحيح عيوب الأنظار. كيف يعني؟ يعني مثلا اللي عنده قصر نظر طول نظر بيلبس عدسة بيصير يشوف 100% سليم مثل ما إحنا عم بنشوف. وطبعا صنع العدسات بكتير أنواع وكتير أشكال، طبعا كانت مصنوعة من مادة شفافة أو من الزجاج، بس العدسات تصنع فقط من مادة شفافة أو من الزجاج لحتى نقدر نشوف فيها بشكل واضح. أما الآن خلينا نتعرف على أنواع هاي العدسات. شوفي عندي أنواع للعدسات. النوع الأول يا سادس بنسميه العدسات المحدبة، عدسات محدبة. والنوع الآخر هو عدسات مقعرة، عدسات مقعرة. خلينا نطلع العدسات المحدبة، هيها أمامنا بالصورة، نطلع كيف هي رقيقة من الأطراف وسميكة من الوسط. هاي المحدبة عكس العدسة المقعرة، سميكة من الأطراف ورقيقة من الوسط، صح؟ معناته هاي أول خصائص للعدسات المحدبة والمقعرة. المحدبة سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف، المقعرة سميكة من الأطراف ورقيقة من الوسط. خلينا نتعرف على خصائص كل منهم بالتفصيل. إذن عدسة سميكة من الوسط رقيقة من الأطراف بنسميها العدسة المحدبة. إذا حكيت لك يا سادس عرف لي العدسات المحدبة، شو بتحكي لي؟ بتحكي لي هي عدسة سميكة من الوسط ورقيقة من الأطراف. طيب شو خصائص هاي العدسة المحدبة؟ العدسة المحدبة يا سادس بنسميها العدسة المجمعة. ليش بنسميها العدسة المجمعة؟ لأنها بتجمع الضوء اللي بينزل عليها. نطلع على الصورة اللي أمامي، هي الضوء بينزل بهذا الاتجاه، بعدين بعد ما يجي على العدسة بيتجمع كلياته بنقطة واحدة، بنسميها بؤرة. عشان هيك بتجمع كل الضوء، فهيك بنسميها عدسة مجمعة. ولأنها بتجمع كل الضوء فهي بتكبر، يعني أنا إذا طلعت من خلال عدسة محدبة بلاقي شكلك أكبر من شكلك على الواقع، تمام؟ يعني مثلا إذا كنت بشوف الطاولة حجمها وسط بدون عدسة، مع العدسة المحدبة رح أشوفها كبيرة، تمام؟ عشان هيك بنسميها مجهر بسيط، يعني إني أنا بقدر أكبر فيها الأشياء بس إنها هي بسيطة، بس عدسة محدبة مش مجهر كامل. فإذا سميناها عدسة مجمعة لأنها تجمع الضوء وأيضا تكبر الأجسام، فعشان هيك سميناها مجهر بسيط. يعني لو سألتك لماذا سميت العدسة المحدبة بالمجهر البسيط؟ شو بتجاوبني؟ بتجاوبني لأنها تكبر الأجسام، تمام يا سادس؟ كمان خصائص للعدسة المحدبة، تكسر الضوء اللي جاي عليها بشكل موازي. يعني هذا الضوء ساقط على العدسة المحدبة، شو بتعمل فيه؟ بتكسره وبتجمع كل الضوء اللي بينزل عليها في نقطة واحدة، عشان هيك سميناها مجمعة. هاي النقطة بنسميها البؤرة. شو بنسميها؟ البؤرة الحقيقية. إذا ما هي البؤرة الحقيقية يا سادس؟ البؤرة الحقيقية هي النقطة التي تتجمع فيها الأشعة المنكسرة في العدسة المحدبة. بدنا نحفظ تعريفها. عرفنا خصائص العدسة المحدبة، خلينا الآن نشوف خصائص العدسة المقعرة. العدسة المقعرة مثل ما حكينا هي عدسة رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف. يعني لو ما أحكي لك عرف العدسة المقعرة بتحكي لي هي عدسة رقيقة من الوسط وسميكة من الأطراف. طلع شو بتعمل بالضوء الساقط عليها، ما بتجمعه كامل بنقطة واحدة، لا هي بتفرقه
بتودي كل ضوء باتجاه آخر، عشان هيك يا سادس سميناها عدسة مفرقة. ليش سميناها عدسة مفرقة؟ لأنها بتفرق الضوء عن بعض. نطلع مع بعض، سميناها عدسة مفرقة، تفرق الضوء عن بعض، تمام؟ لأنها بتفرق الضوء عن بعض، فهي بتصغر الأجسام. يعني أنا لو شفت طاولة كبيرة بدي أشوفها بالعدسة المقعرة بشوفها صغيرة كتير. ليش؟ لأنه العدسة المفرقة أو اللي سميناها العدسة المقعرة هي عبارة عن عدسة تصغر الأجسام عكس العدسة المحدبة، تمام يا سادس؟ لهون تمام؟ تمام. هيك بيكون خلص درسنا لليوم. أي حد عنده أي سؤال يتواصل معي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.